السلام عليكم ورحمة الله، معكم نايف وبإذن الله هذا بيكون آخر شابتر معانا، والشابتر اللي هو بيكون شابتر 7 بعنوان correlation and regression أو regression، اللي هو بيكون مقسم لجزئين، جزء بيتكلم عن scatter plots and correlation أو اللي هو هذا اليوم بناخده بالعربي يعني رسم التشتت والارتباط، والثاني بنشوفه إذا جاء وقته. طبعا كلهم مسهلات، كلهم القوانين بتجينا كلها، يعني اللي ما سمعوا شابتر 7 بتجي كل القوانين معانا كلها معانا، احنا بس بنعوض، يعني نحتاج نعرف المعطيات وش هي والقانون بيكون جاهز عندنا نعوض ونحطه، فموضوع بيكون سهلات ان شاء الله. وبس يلا خلنا نبدا بشابتر 7.1 بعنوان scatter plots and correlation، واللي زي ما قلنا التشتت ورسم التشتت والارتباط، ونشوف الحين اول شيء يقول لنا في in this lesson، واللي هو in this lesson يعني الشابتر كله تقريبا، بنعرف كيف نرسم scatter plot وايش هو scatter plot، بنعرف كيف compute the correlation coefficient، تذكرون ال coefficient of variation تقريبا مشابه له من نفس الفكرة لكن قاعدة غير بنشوفها الحين، compute the equation of the regards line، هذه قاعدة بناخذها في آخر الدرس. وبس خلاص يلا خلنا نبدأ. أول نقطة معانا بتكون في الدرس وأهم نقطة تقريبا اللي هي موضوع السكاتر بلوتس. وش هو بالضبط سكاتر بلوتس؟ تذكرون يمكن أنا أخذ شيء اسمه البار جراف، ولا يمكن أنا أخذ الباي جراف والرسمات الثانية. السكاتر بلوتس هو نفسه نوع من الرسومات هذه. طيب وش يسوي؟ وش المحتويات اللي فيه؟ كيف نرسمه؟ خلنا نشير الحين في الكتاب. يقول لنا سكاتر بلوكس ولا سكاتر بلوتس جراف of the ordering pairs x y، يعني اللي بيكون زي كذا موجود شكله. بتكون عندنا قيم x هنا وهنا بتكون قيم y. حلو، وش هي قيم x وش هي قيم y؟ يقول لنا of number of consistent of the independent variable x، يعني x بتكون هي الindependent variable اللي عندنا في السؤال، وy بتكون independent variable. وباكم تلاحظون في ذي وما أدري ذكرها في السلايدات، لكن في الكتاب يقول لك أن الرسمة الوحيدة أو نوع الرسمة الوحيد اللي يجمع لنا بين بيانات independent وبيانات dependent هو scatter plot. حلو، فأي رسمة ثانية ما تجي فيها. إذا جاء سؤال في الاختبار يعني قال لك الرسمة اللي تجمع بين independent والdependent variable، تذكروا دائما أن scatter plot. طيب كيف نرسمها؟ دحين عرفنا أنه يقول لك في قيم x بتكون القيم independent، يعني هي بتكون independent variable، وفي قيم y بتكون عندنا dependent variable. حلو، كيف نرسمها؟ يقول لنا it is used several graphically and relative between the two variables، يعني طلعنا مقارنة بينهم. فكيف نرسمها باختصار؟ بيجيب لنا جدول في بيانات، هنا بيانات x هنا بيانات y، يقول لنا أرقام مثلا هنا 1 هنا 3 هنا 7 هنا 5، احنا بس نجي نشوف وين في الجدول نحط نقطة. والحين برضو بتشوفوا المثال كيف الموضوع سهل. يقول لنا في السؤال هذا construct سؤال 7.1272 يقول construct scatter plot for student score in exam and the number of hours student study per day for exam. طيب يمكن أكثر شيء معقد في الدرس هذا هو كله سهل، بس يمكن تعقدون فيه اللي هو كيف نحدد في الجدول إذا المعطيات اللي معطينا هنا هي dependent ولا لا، أو independent ولا لا. إحنا قلنا دحين قيم x هي independent قيم y dependent، فإذا جاب لنا جدول زي كذا دحين هو حدد لنا، لكن أفرض ما حدد لنا، كيف نعرف انها independent او لا؟ بكل بساطة افهموا عندكم المعطيات حقتنا وهل هي independent او لا. كيف ما يعني؟ شوفوا عندكم اول معطى عندنا اللي هو يقول لك score in exam. حلو، هو قال ان هنا y بس اشتروا عليه score in exam. دحين خلنا نشوف المعطيات الثانية في السؤال وبعدين نحدد هل هي independent ولا لا. وش المعطى الثاني؟ يقول لك number of hours that student study. حلو، number of hours that student study يعني ساعات اللي يذاكرون فيها الطلاب، هل السكور ان اكزام تتاثر فيها؟ يعني كل ما ذكرت اكثر هل بتزيد الدرجات، او اذا ذكرت 5 دقائق هل الدرجات حقتي بتنقص؟ الجواب هو اي، الموضوع فيه علاقه بينهم، الدرجات حقت الاختبار تعتمد على عدد الساعات اللي مذاكرها، فعطوا تقدرون تعرفون منه ان هذا خلاص هذا الواي هذا هو الاندبندنت فاريبل. وبعدين يمديكم تروحون تقولون خلاص دام هذا اندبندنت فاريبل هذا اندبندنت فاريبل، أو تكملون تقوم في السؤال يقول لنا number of hours that student study، نشوف نفس الطريقة اللي طلعنا فيها الواي، هل عدد الساعات ذحين
اللي نذاكرها في شيء يأثر عليها في ذا السؤال؟ لا، فخلص هذا بتكون الـ dependent variable وبس. طيب كيف نحل الحين؟ نرسم بس. هذا هو الجدول عندنا الحين، نشوف وش يبغى. يقول لنا أول شيء number of hours that students study 6 والسكور ب 86. خلاص وين الستة؟ هذه الستة، سكور 86 تقريبا بهنا بس. خلاص نحط نقطة هنا. تشوف اللي بعده 2 61، هنا 2 61 تقريبا هنا، حط نقطة. هذا 1، هذا 52، هنا 1، هنا 52، بس كذا. هذه الفكرة الكاملة من السؤال هذا. يمكن يلف ويجيب معطيات ثانية ولا بيجيب لها على شكل ستيمن ليف، لكن الفكرة نفسها. معنا جدول ناخذ المعطيات فيه وبس نحطه. 7 هنا، 89 هنا، 3 65، بس زي كذا. نكمل لين نحطه كله. موضوع مرة فكرة سهلة. بس كذا خلصنا كله الحين. هذه النقاط حقتها، بس رسمنا الجدول وخلاص. كذا خلصنا أول شيء في الدرس معانا نحتاج نعرفه، اللي هو يقول لك draw scatter plot. خلصنا عرفنا كيف نرسم، وست of order pairs برضه عرفنا كيف. الحين نيجي الحين عند الكورليشن كوفيشن ونشوف ايش سالفته ذا. طيب وش الكورليشن كوفيشن بالضبط؟ او بمعنى اذا تبغونه بالعربي، الكورليشن كوفيشن معناها معامل الارتباط او معامل الترابط بين النقاط. طيب وش سالفته ذي بالضبط؟ خلنا نشوف ايش قلنا في الكتاب. قلنا الكورليشن كوفيشن او معامل الارتباط is dynamic measure، حلو، used to determine the strength of the linear relationship between two variables. معنى ذا الكلام ايش؟ يقول لنا هذا الكوريليشن اوف كوفيشن او كوريليشن كوفيشن، هذا يقول لك انه واحدة من القواعد او عملية حسابية او رمز بس نستعمل عشان نحدد العلاقة بين متغيرين. حلو، شفت الرسمة اللي رسمناها فوق اللي كانت اكس واي هنا حقت السكاتر بلوت؟ احنا الحين بنعرف العلاقة بين النقاط دي، وبنعرف العلاقة بين نقاط ثانية ورسمات ثانية، لكن وصلتكم الفكرة الحين. بعدين يقول لنا in other word، يعني في معنى ثاني، the correlation coefficient is due to the measure how strong relationship between two variables. يعني يقول لك باختصار ترى ال correlation coefficient هو واحدة من الأشياء اللي في الإحصاء نستعملها عشان نحسب قوة العلاقة بين متغيرين. تفهمونها إن شاء الله الحين بعد شوي. نوت، خلنا نشوف النوت اللي عندهم. يقول لنا the symbol for the sample correlation coefficient is R. تذكروا هذا بتفيدنا بعدين في آخر الدرس. السامبل correlation coefficient sample، ركزوا تذكرون sample population، هذه دحين رجع لنا sample correlation coefficient نستعمل فيها R، population correlation coefficient نستعمل فيه P أو اللي هو RHO. حلو، نجي الحين نكمل عندنا اللي هو the properties of the correlation coefficient أو اللي هو الخصائص حقتهم أو الأشياء اللي لازم تكون موجودة عشان نقدر نستعمل correlation coefficient، وكلها بسيطة بس يبالكم تفهمون عليها. مجموعة من 5 و6 وكلها سهلات إن شاء الله، فنبدأ فيها. أول واحد يقول لنا the range of the correlation coefficient is from -1 to 1. يعني النتائج اللي بتطلعنا دحين إذا حطينا القاعدة اللي بنجيها بعد شوية لازم تكون بين -1 و1، والرينج حقها الرينج تعرفونه اللي هو قيم واي، لازم تكون بين -1 و1 يعني ما تعديهم. حلو، بعدين اللي بعده يقول لنا R value. ال R وش ال R؟ sample correlation coefficient. جينا هذا ال R، يقول كل ما كان أقرب لواحد العلاقة تصير أقوى ويسمونها strong positive linear. حلو، واللي بعده يقول لنا إذا كل ما كانت أقرب للسالب برضو strong negative linear relationship between the two. حلو، يعني يقول لك عندنا في فوق ال R كل ما كانت أقرب لواحد تكون العلاقة أقوى، لكن تكون علاقة موجبة. المرة الثانية أو القاعدة الثانية يقول لك إذا كل ما كانت أقرب للسالب واحد تكون برضو أقوى، لكن تكون علاقة نيجاتيف ما تكون علاقة بوزيتيف. والفرق بين العلاقة النيجاتيف والبوزيتيف هو بس شكلها في الرسم تقريبا. بوزيتيف بتكون كذا، نيجاتيف بتكون كذا، وبنشوف هذا الحين كيف شكلهم تجي. واخر شيء دحين او اخر شيء دحين مرتبط بطوالي اللي هو يقول ان R كل ما كانت اقرب للصفر العلاقة تكون اضعف. حلو، هذه انا كيف فهمتها؟ قدرت افهمها بطريقتي انا، عاد انتوا شوفوها اللي تعجبكم وخذوها. العلاقتين باختصار انا فاهمها ان هنا الصفر هنا السالب واحد هنا واحد، انا فاهم ان كل ما جينا اقرب للصفر بتصير اضعف، وكل ما قربنا للسالب واحد الواحد بتصير هنا موجبة قوية وهنا بتصير سالبة قوية. فرسمت لها رسم وان شاء الله ما قدر يفهم على هذا يفهم من هنا.
اللي هو حرف بي باختصار. حلو. القيم كل ما ما طلعت أعلى تصير أقوى، كل ما نزلت تصير أضعف. وهنا بتكون قيم صفر، هنا السالب واحد، وهنا الواحد. فإذا ودكم تذكروا أن هذا هو الشكل حقه، كل ما كانت القيمة أعلى أقرب لواحد أو أقرب للسالب واحد بتصير أقوى، وكل ما نزلت بتصير أقرب للصفر، أي أنها بتكون ضعيفة العلاقة. حلو. الأخير عندنا يقول R إذا كانت تساوي الصفر اندكت، يعني تعبر أنه ما في علاقة بين الكوريشن كوفيشن. احنا قلنا أنه يعبر عن علاقة بين متغيرين. حلو. فإذا جتنا القيمة حقت R تساوي الصفر، يعني ما في علاقة، ما في علاقة ضعيفة، ما في علاقة قوية، علاقة ما في خلاص. إذا كانت سالب واحد، إذا كانت يعني 0.1 في علاقة، لكن إذا كانت صفر بالضبط ما في علاقة أبدا. نقول no linear relationship between the variables. واحفظوا هذه. أما عندنا بالنسبة لآخر نقطة، وهي اللي كنت أحاول أوصل فكرتها، أن الموجب كذا شكله إذا كان perfect، السالب كذا شكله إذا كان perfect، والسلسلة ذيك اللي أغلبكم ما فهمها. يقول لنا a strong correlation between x and y. إذا جانا جدول، إذا كانت قيمة ال x وال y هنا دحين وحطيناها بالمعادلة اللي بنشوفها بعد شوية، ال r كانت تساوي مثلا واحد، أو لا خلينا نخليها 0.9 لو دحين strong relationship between them. حلو. معناها انه بيكون اللاين ريليشن شيب، واللاين ريليشن شيب هذه اخذناها في الماث، انه هو الخط او النقاط دحين كيف بيكون شكلها. اللاين ريليشن شيب كل ما كانت اقوى كل ما كان الخط مستقيم اكثر، يعني في خطوط تيجي كذا، في خطوط لا تيجي مستقيمه بالضبط اذا جينا نرسم عليها نقاطها. فيقول لنا كل ما كانت قيم الاكس والواي او العلاقه بين الاكس والواي اقوى من ناحيه الكورليشن، بيكون اللاينر او اللاين ريليشن شيب بتكون اقوى. هذا اللي يبغى اوصله باختصار. بتشوفون دحين كيف شكل اللاينر إذا كان أقوى، كيف بيكون شكله إذا كان أصغر، وبس. وإذا تبغون تحفظونه تذكروا أن إذا كان الـ R أعلى، اللاينر ريليشن شيب واللاينر بمعنى لاين اللي هو خط بيكون أقوى. بس خلاص خلينا ندخل دحين في الـ correlation coefficient intervention guide اللي هو القواعد حقتهم أو الخطوات عشان نسويهم. فشوفوا عندكم دحين في الثنتين دي بنمشي عليها واحدة واحدة. خلينا نجي أول شيء في النيجاتيف. يقولنا إذا كانت القيمة عندنا في سالب واحد بالضبط، الـ R تساوي سالب واحد، يسمونها perfect negative line relationship. وهذه أباكم تحفظونها أو تفهموها أقل شيء، إن إذا كان سالب واحد نسميه perfect line relationship، إذا كان بين السالب 70 والسالب 99 نسميه strong، إذا كان بين السالب 50 والسالب 69 نسميه moderate negative relationship، وإذا كان بين الصفر والواحد صفر واحد والتسعة واربعين نسميه weak negative line relationship، والصفر no line relationship. طيب كلام طويل صح، لكن باختصار هذا الكلام في الموجب والسالب بيجيكم. إذا كان القيمة عندنا بسالب واحد أو واحد نسميه بيرفكت، العلاقة مثالية. حلو. إذا كان بين السالب 70 والسالب 99، هنا ترى نفس الشيء، ذول الاثنتين كلهم، هذا من السالب 70 للسالب 99، من هنا 70 90، هنا السالب 50، الفرق بس الإشارة. المهم فمن واحد نسميه بيرفكت، إذا كان 70 لل 99 نسميه strong، إذا كان 50 لل 69 نسميه moderate، إذا كان 0.1 لل 94 أو 49 نسميه weak. بعدين عندنا الصفر اللي هو زي ما قلنا فوق no line relationship، ما في علاقة بينهم أصلا. وإذا تبغون هذه الرسمة تسهل أو تلخص كل شيء عندنا، زي ما تشوفون كل ما قربنا هنا الواحد تصير أقوى، كل ما قربنا السالب واحد برضه تصير أقوى، كل ما قربنا الصفر تصير شبه معدومة أو تصير أضعف. فبس يلا نكمل دحين. الحين جينا للفلسفة كلها اللي كنا نقولها فوق، كيف تتطبق، كيف شكل النيجاتيف، كيف شكل البوزيتيف، كيف شكل إذا كان نو كورليشن وكذا. فشوف عندكم هنا النيجاتيف لاينر كورليشن اللي هو العلاقة تكون بالسالب، شوف أنها جاي ديكريسينج، عشان كذا كنت أرسم نقاط زي كذا، قلت أن النيجاتيف جاي كذا، البوزيتيف جاي كذا، وغلبكم ما فهم على الفلسفة دي. كنت أقصد أن النيجاتيف يجي ديكريسينج، يعني بيجي هو نقاط ورا بعض زي كذا، نقدر نرسم بينهم خط، او اذا كان بيرفكت بيكون الخطوط زي كذا بالضبط نقدر نرسم عليها. واخر نقطه اللي كنت اتكلم فيها، اللي كنا نقول انه كل ما كانت علاقه R اقوى، او مو اخر نقطه، النقطه قبل الاخيره، اني كنت اقول كل ما كانت علاقه R اقوى كل ما كان اللاينر شيب اقوى. فشوفوا عندكم هذا هو اللي كنت اقصده، انه دحين R كل ما كانت اقرب من الواحد او السالب واحد الخطوط بتقارب، بيصير الخط مستقيم اكثر. اللي يبغى يوصل افضل الصوره، نيجاتيف بيكون شكله ديكريسينج، بوزيتيف بيكون ديكريسينج، نو كورليشن ما يمدي اصلا نرسم خط حوسه. شوفوا هذا وين نرسم خط بالضبط، ايش ترى انه نيجاتيف ولا بوزيتيف ما يمدي نحدد. واخر شيء اللي هو النون لاينر، واللي ما اتوقع بيجي معانا، اللي هو يجي انكريسينج بعدين فجاه يقلب ديكريسينج النقاط حقتنا، وما اتوقعها تجي الا اذا جانا بيجيب لنا شكل كذا ويقول وش هذا بالضبط،
ويمديكم بسهولة تستبعدون الخيارات بوزيتيف مستحيل، نيجاتيف مستحيل، نو كولوريشن مستحيل، يبقى لكم اللي هو نون لاينر إذا جاء في الاختبار، وأنا ما أتوقع يعني. بس خلنا نكمل، شوفوا دحين هذا شكل أوضح، هذا بيرفكت بوزيتيف كورليشن، تشوفون الخطوط متقاربة، مو متقاربة، ملتصقة ببعض، نرسم الخط كده وما في أي مشكلة، ما يجي نقطة هنا وهنا شاكحة. شوف عندكم بتكون أربتة واحد، هنا تكون هايلي أو سترونج بوزيتيف كورليشن، تشوفون نقدر نرسم خط علاقة كويسة، لكن النقاط شوي متباعدة عن الخط، هنا مخليني بسبعة فاصلة ثمانية. هنا البوزيتيف كورليشن نفس الشيء، كلها لسه بوزيتيف لأن لسه كلها انكريسينج، لكن العلاقة ضعيفة شوي، تشوفون النقاط متباعدة، ما هي ماشية على الخط، لكن حتى وهي متباعدة يمدي نحدد إذا هي بوزيتيف أو نيجاتيف. شوفوا عندكم لسه يمشي على خط واحد إنها انكريسينج. هنا نو كورليشن اللي هو الآر تساوي الصفر، ما في علاقة أبدا، وين نرسم الخط بالضبط ما يمدي نحدد. هنا كان يمدينا يعني على الأقل نعرف اتجاه النقاط وين رايح، لكن هنا لا ما ندري. وبعدين هنا نفس الشيء لكن بالنيجاتيف، إذا كان لو نيجاتيف تشوفون الخط جاي ديكريسينج لكن النقاط متباعدة. هنا هايلي نيجاتيف، تشوفون النقاط متقاربة من الخط لكن مو نفسه. وهنا البيرفكت الار تساوي سالب واحد. وبس هذا هي، خلنا نجي عند الأمثلة دحين تفهمونها أكثر. يقول لنا عندنا دحين بلو فور ستراكشر ماتش ايتش بلوت وذ اتس كورليشن. يقول لنا دحين هذه الار، الارات عندنا قيم حقت كورليشن، يقول لنا دحين دي رسمات نبغى نحدد دحين كل رسمه وش النقاط اللي تناسبها، او كل رسمه وش الكورليشن حقها. فاول واحد عندنا نشوف البلوت الاول، تشوفون اول شيء يعني واضح انه بيكون موجب، حلو، فنستبعد السالب، هذا سالب نستبعده، هذا سالب نستبعده، باقي عندنا هذه وهذه. هل العلاقه دحين تشوفون انتم قويه؟ يعني هل تتوقعون تكون 0.9 لذي الدرجة قوية؟ لا، العلاقة تشوفونها مشتتة معاقة، فالجواب العربي يكون 0.5 الواضح يعني، أو اللي هو الدي. اللي بعده تشوفون النيجاتيف صح، هل النيجاتيف ده هو سالب 9.99 أو سالب 99 أو أنه سالب 0.70 يعني؟ من النقاط نفسها تشوفون واضح، احنا قلنا أن كل ما كان أقرب للسالب واحد بيكون النقاط أقرب لبعض، كل ما كان أقرب للواحد بيكون النقاط أقرب لبعض. فانتوا بنشوف هذا الشكل بتشوفه متباعد شوي لكنها صح متقاربه، فالجواب سالب 70 بيكون، يا سالب 70 يا سالب 99. هل هذا بنظركم سالب 90 بيكون؟ لا، فبيكون الجواب بي اللي هو سالب 70. حلو، اللي بعده يقول لنا بلوت 3 اللي هو هذه، اول شيء العلاقه بوزيتيف والعلاقه كويسه نسبيا، فالجواب بيكون 90 لانه ما في اصلا موجب عندنا غيره، هذا الوحيد اللي باقي لنا. واخر شيء ذا البلوت زي ما تشوفون النقاط متقاربه مره شوي وتصير ملتصقه يعني مع بعض، نقدر نرسم خط بسهوله ونقدر نعرف على طول اننا ديكريسينج، فالجواب اللي هو الوحيد اصلا اللي باقي معانا الصفر او السالب 0.99 او اللي هو ال A. بس هذه طريقه حله. الان نجي للقانون اللي خرج نص المسار كامل، اول ما شافوه على طول اعطوها لمستر الخايف، وانا نفسكم معاكم اول ما شفت القانون قلت متنا على طول. بس يعني زي ما قلنا الحمد لله القانون ده بيكون معطى، بيجينا كذا نسخ لصق من الكتاب بيجيبونه زي كذا. الفرق ان المعطيات دحين احنا بنجيبها، هذا الار دحين اللي ابلشنا فيه اللي ار تساوي ار تساوي، بس ما عرفنا كيف نطلع الار بالضبط، هذا هو قانون الار. شفت القانون الار ذاك اللي نقاط ونحدد ونشوف إذا نيجاتيف ولا بوزيتيف، اللي تحسونه بريء هذا القانون حقه. ف كيف نطلع كيف نجاوب، بس بنعوض حنا في الاختبار يعني، بعطونا المعطيات جاهزة زي عندكم ذا في المثال الحين وهو آخر مثال معانا. أعطانا شوفوا ذا الجدول، أعطانا الإكس ضرب واي قيمته، أعطانا الإكس أس اثنين وأعطانا الواي أس اثنين، هذا اللي نحتاجه الحين نطلع إكس ضرب واي، إكس أس اثنين وواي أس اثنين. هو في العادة بيعطينا إكس قيمة والواي قيمة بس، وحنا بعدين نطلع ذول ثلاث قيم. تذكر ان نحتاج ثلاث قيم، اكس ضرب الواي، اكس اس 2 واكس او واي اس 2 بس. بعدين عندنا القيم بعد ما نطلعها، نطلع مجموع الاكسات اللي هي ذي، نطلع مجموع الواي اللي هي ذي، نطلع السم اوف اكس ضرب الواي يعني بعد ما نضرب الاكس ضرب الواي نجمعهم، نطلع الاكس اس 2 يعني بعد الاكس ناخذ قيم الاكس اللي هي ذي. عندنا قيم اكس الحين قلت لكم ان الاكس بتعطينا قيمها والواي بيعطينا قيمها، حنا ايش بنسوي؟ بنطلع المجموع حق قيم اكس اول شيء، بنطلع المجموع حق الواي ثاني شيء، بنطلع المجموع حق الاكس ضرب الواي اذا ضربناهم، نضرب اكس ضرب الواي زي كذا، بعدين نجمع النواتج
واخر شيء او مو اخر شيء، اخر شيئين الاكس بنخليها اس 2، هذه الاكس نفسها هذه بنخليها اس 2 ونحط مجموعهم، بعدين الواي اس 2 ونحط مجموعهم فقط، هذا اللي نحتاجه. بعدين كيف التعويض حقه؟ هذا هو القانون زي ما تشوفونه، sum of x ضرب y، وين sum of x ضرب y؟ هذا مطلعينه، ننقصه من sum of x ضرب sum of y، هذا هو هنا عندنا تقسيم الجذر، داري حوسه وصداع لكن ذكروا القانون بيكون معنا، انتوا فقط احفظوا كيف نطلع القواعد وكيف نحطه يعني في الجواب، مره بيكون سهل تعويضه بس. sum of x ضرب ال n، والان هذه نجيبها باننا بس نحسب عدد البيانات عندنا 1 2 3 4 5 6، هذه ما هي فريكونسي عشان نجمعها، هذه قيم، فلا احد يخربط ويجمع ذولي. مو فريكونسي، التوتال هو عددهم بس اللي هو 6، فعشان كذا تشوفون هنا التوتال ضرب sum of x ضرب y ناقص sum of x ضرب sum of y، واعيد يعني ثاني مره، داري للحين مخروشين منه لكن القانون عندنا، احنا بس بنطلع بيانات بنعوض فقط، بس اعرف كيف تطلع البيانات اللي فيه. خلاص بعد ما نطلع r تساوي طلع القيمه حقتها ب 0.994، ماني فاضي احل هذا، وخلاص نحدد يقول r is close to 1 الواضح 0.9 اقرب لواحد، فنقول انها positive strong linear relationship او positive strong relationship نفس الشيء كلها، زي ما قلنا linear والثاني ذا كلهم نفس الشيء. وبس هذا هو الدرس حق 6.1، ان شاء الله فهمتوا عليه، الدرس سهل لا يخوفكم، بس يمكن اللي مخوف فيه اللي هو ذا القانون بس افهموا قاعدته وخلاص، الباقي ان شاء الله كله يكون سهل وبس. سلام.